بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع هو كيفية عمل فورمات للقرص الصلب الخاص بجهاز DVR لكاميرا المراقبة. كما تلاحظون هو أول شيء نضغط على المنيو، ثم ندخل الباسورد الخاص بالجهاز. كما تلاحظون الجهاز الذي معنا اليوم هو جهاز دهوة تكنولوجي. نضغط على انتر ثم بعد ذلك على اوكي. هذه الواجهة الرئيسية لجهاز DVR كما تلاحظون. نذهب مباشرة الى ستوريج، نضغط هنا، بعد ذلك ننتقل الى كما تلاحظون HDD Manage لاختيار القرص الصلب. هناك كما تلاحظون عندي القرص الصلب من فئة 2 تيرا بايت، كما تلاحظون 0 ميجا على 1.99 تيرا بايت. نعلم على القرص ثم بعد ذلك نضغط على فورمات ثم اوكي. ننتظر إلى حين الانتهاء من عملية الفورمات. كما لاحظتم هنا القرص الصلب لم يتبقى فيه أي مساحة فارغة. نضغط على سيف ثم نعلم على أوكي. جهاز DVR سوف يقوم بإعادة التشغيل. ننتظر بعض الوقت إلى حين يقوم بإعادة التشغيل مرة أخرى. هنا الواجهة الأولى أو اللوجو الخاص بالDVR دهوة تكنولوجي. تقريبا أغلب أجهزة الDVR لها نفس المعاملة، لأن الشركات تختلف في الأسماء فقط. ننتظر لحين الدخول إلى الواجهة. الآن هي الواجهة الرئيسية للجهاز. ندخل مرة أخرى إلى المنيو، نقوم بإدخال الباسورد الخاص بنا، بعد ذلك نضغط على Enter. هنا نذهب إلى ستوريج، نفس الشيء إلى HDD Manage. كما تلاحظون هنا تمت عملية الفرمطة بنجاح. كما تلاحظون 1.99 على 1.99 تيرا بايت. كما تلاحظون الطريقة فهي جد بسيطة. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.